أرق وأجمل تحية رياضية لكل مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف قمة الوثبة وضيف تشرين بالجولة 18 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. فريقان حاولا تسجيل هدف مبكر لكن الشباك بقيت صامتة حتى نهاية المباراة. وفي بقية النتائج تغلب الجيش على جاره شرطة بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب الفيحاء بدمشق، وحطين على الكرامة بهدف، والفتوة على مضيفه النواعير بثلاثة أهداف لهدفين، وأهل حلب على مضيفه الحرجلة بثلاثية نظيفة. وبالنتيجة نفسها فاز جبلة على عفرين، وكانت الجولة قد افتتحت بفوز الطليعة على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مشاهدينا الكرام، ولمناقشة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم ينضم إلينا من حلب الكابتن محمد دهمان، نجم منتخب سوريا ونادي الجيش سابقا والمدرب الكروي الحالي، ومن دبي الإعلامي الرياضي داني الحسن. أهلا بكما ضيفاي الكريمان على شاشة قناة اليوم، وأبدأ مباشرة من حلب مع الكابتن محمد دهمان. أهلا بك كابتن على شاشة قناة اليوم. كابتن علي شكرا كثير لقناة اليوم، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في حلقاتكم جميع. أهلين كابتن. كابتن مباشرة نبدأ من مباراة القمة التي انتهت من دون أهداف، لا غالب ولا مغلوب بين الوثبة وتشرين. الوثبة لم يستطع رد الدين لضيفه تشرين فبقيا متعادلين حتى نهاية اللقاء. بالبداية كابتن نحن بنقول الدوري السوري عامة المستوى متدني بسبب سوء أحوال الأرض، اللي نحن مقومات النجاح لكرة القدم السورية هي مو واضحة بشكل صح 100% بسبب الأرض. اثنين، بالنسبة لموضوع نادي الوثبة وتشرين شفتها كاملة أنا بالوضع، الملعب سيء، المستوى نعم كابتن عم شوف لقطات من المباراة وسوء أرضية الميدان. تفضل كابتن. أرضية الملعب حتى اللاعبين ما قدروا يؤدوا واجبهم بشكل صح 100%، مع العلم ان فريق الوثبة جيد جدا وفريق تشرين جيد جدا. من بداية الدوري طلعنا بحلقة معك وكنت عم بقول ان الفريقين جيدين وعم يتنافسوا على الدوري، وهي نفس الشيء اللي طلع نحن معهم بالنسبة لموضوع نادي الوثبة. نادي الوثبة في ارضه وبهالملعب هذا ما قدر يعطي امكانياته الكاملة بشكل صح 100%. اما تشرين في البداية كان بشكل جيد، ضغط وحاول ان يسجل هدف باول ربع ساعة، حاول بشتى الوسائل وصحت له النقدلي الكواير بشماني، صحت له عدة فرص يعني بالتسجيل وما قدروا. انتشارهم بالملعب كان غير واضح بالنسبة لموضوع الفريقين، الكنترول واللعب الشيء اللي نحن عم نلمسه من اللاعبين ضعف المستوى بالنسبة بسبب سوء الأرض. وأنا متوقع النتيجة ببداية تعادل بدون أهداف. نعم، خليني أتحول إلى الكابتن داني الحسن من دبي في الإمارات. أهلا بك داني على شاشة قناة اليوم. داني، إذن القمة التي كانت مرتقبة أن تشهد أهداف انتهت كما بدأت. مساء الخير كابتن. مساء الخير. طبعا اكيد الكل كان مراهن على هي المباراه انه تكون مباراه بالقمه، تكون مباراه يعني فيها اهداف من الطرفين، ولكن للاسف يبدو انه كره القدم ببلدنا راح تضل هيك بهذا المستوى. ما بعرف شو بدي اسميه صراحه، ولكن مستوى لا يفوق توقعات اي مشجع سوري وغير سوري. قبل الأزمة كانت نوعا ما أرضية الملاعب منيحة، نوعا ما يقدروا اللاعبين يلعبوا، ولكن اليوم أنت عم تشوف مباراة على أساس أنه هي قمة الدوري السوري وبين نادي متصدر ونادي وصيف، نادي عم بيحاول يحافظ على اللقب ونادي تاني عم بيحاول أنه يخطف. كان هدف من نادي تشرين، نادي الوثبة كان يحاول يخطف هدف
من خلال المباراة. فعم بتشوف أرضية ملعب غير صالحة أبدا، يعني صالحة تعمل فيها كل شيء إلا أنك تلعب عليها كرة قدم بصراحة. عم بتشوف اليوم مباراة بدون جمهور، وأنت بتعرف يعني الجمهور هو الرقم 11 أو رقم 12 بالملعب. الجمهور هو قادر يجيب لك أي لعبة بأي دقيقة، إن شاء الله بالدقيقة الأخيرة ما عندك مشكلة. هذا الشيء كمان أثر على المباراة. والشيء الأهم إنه نحن بشهر رمضان كمان كان في لاعبين صائمين أكيد يعني بالملعب، فما كان طاقتها كاملة للاعبين. فبصراحة يعني بالنسبة لإذا بدي أحكي عن مستوى الفريقين، نادي تشرين هو كان الأقوى بالمباراة للأمانة. حاول ضغط بأول ربع ساعة تقريبا، نادي الوسبي كان غير متواجد بالمباراة، كان فقط عم يدافع نادي تشرين. طبعا هذا الشيء طبيعي أنه ينزل ضاغط على عم يلعب بأرض الخصم. بعد ما صار بعد الربع ساعة نادي الوسبي بلش يهجم على مرمى نادي تشرين. هلا أنا اللي لاحظته إنه نادي الوسبي كان عم يجر نادي تشرين إنه يا للتعادل أو للفوز بطريقة إنه يخطفوا هدف منهم. أوكي تعادلنا، أوكي ما في مشكلة جبنا جول كمان، أوكي أحسن وأحسن. بس نادي تشرين كان مصر أكثر على تسجيل الأهداف، وهذا الشيء اللي شفناه طبعا مع عارضة نصوح اليوم. شفنا كمان تألق الكبير من الحارس الكبير حسين الرحال. فبصراحة يعني اللي حل المباراة، أنا شفت المباراة على صدى اف ام، اللي حل المباراة هو التعليق فقط، بس باقي المباراة يعني اليوم الحكم عم يطلع بس الطابة بس عم تتشتت، فما شفنا صحيح بصراحة صحيح كرة قدم حقيقية اليوم بسبب أرض الملعب. ومعلش بدي أحكي شغلة إضافية ولو طولت، بضل. شفنا نادي الجيش لما لعب بملحق دوري أبطال آسيا مع نادي التعاون السعودي، شفنا أداء أكثر من رائع من نادي الجيش، وشفنا كمان تسجيل هدف على نادي التعاون السعودي بتوقيع محمد الواكد. فهذا لا يعني انه احنا لاعبتنا يعني ما عندهم مستوى، بس ارضيه الملاعب والجو اللي عم نلعب فيه هذا الشيء اللي عم بيخلي الفرق تتراجع بارض الملعب. وسامحني انا طولت شوي بال لا ولا يهمك. اعود الى حلب مع الكابتن محمد. كابتن محمد، يعني فعلا اثار موضوع في غايه الاهميه، سوء ارضيه الملاعب، طبعا لعب المباريات في جو رمضاني، اغلبيه اللاعبين صائمين. كابتن، انت من النجوم العصر الذهبي للمنتخب السوري ونادي الجيش، حققت العديد من الالقاب، كنت مع المنتخب قائد المنتخب السوري. انا قبل كم يوم شفت صوره لك وللكابتن عدنان درجال قائد المنتخب العراقي، الان هو في قياده الرياضه العراقيه، وانت غائب تماما عن الساحه السوريه، السبب برايك؟ السبب يا كابتن، هو انا نزلت هذا المنشور مو سبب اني مشان الشهره للكابتن محمد دهمان. شوفوا الكباتن بالنسبه لمنتخب العراق، منتخب الامارات، منتخب الخليج، كل الفرق العربيه والاجنبيه لاعبين مقدسين محترمين بياخذوا خبراتهم بعد هالعمر الطويل اللي اشتغلوا فيه. انا نزلت المنشور لحتى اورجي الناس ان يشوفوا كابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضه في العراق، وشوفوا مثلا اي لاعب ثاني بالنسبه لي مثلا محمد دمان موجود هو في الصوره، وين هو كابتن عدنان درجال، وين كابتن محمد دهمان المتغيب، ما متغيب، انا موجود في سوريا وانا على راس عملي وانا جاهز لاي خدمه لكره القدم السوريه. ولذلك الناس تفاجأت في هالمنشور هذا، وانا يعني بكل المحبه والاحترام لكل من انسان شاركني في هالموضوع هذا، وبتمنى لاني من الناس اللي يعرفوا ما تفكروا اني انا نزلته للشهره، لا ما بدنا شهره، والحمد لله محبه الناس فينا هي كنز كتير كبير، انا بتمنى له كل التوفيق، وكل الناس ايدوني في هالموضوع هذا. يعني ليش انت ما بتتواجدش؟ نحن موجودين، بس اذا هن ما بدهم الناس الكبار بدهم يشتغلوا ب ب بناس هن من 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 معارفه من اصحابينه من التكتلات اللي صايره بالمنتخبات او اي شيء، فهذا الشيء عايد لهم، ونحن جاهزين لاي خدمه كره القدم السوريه في اي وقت بيختاروه، وخبرتنا كبيره، وان شاء الله خبرتنا وشهاداتنا ولعبنا وتاريخنا الرياضي غصب عن الراس الكبير والصغير نحن موجودين، وان شاء الله ما بيصح الله صح.
على كل حال مكانك ومكان بقية نجوم الحقبة الذهبية في وجدان وعقول وقلوب جميع متابعي الكرة السورية في كل أنحاء العالم كابتن محمد. طبعا أعود إلى ضيفي الكابتن داني. كابتن داني طبعا نعود إلى أجواء المباراة. طبعا التعادل هو خاسر بالنسبة لفريق الوثبة، قد يكون نقطة البداية لتراجعه أو انسحابه من صدارة تصنيف أو صدارة جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز. هلا شوف كابتن، بالنسبة لهذا الموضوع أنا ما أتوقع أنه صح، يعني ما أتوقع أنه هذا التحليل منطقي 100%، ولا لأنه في عدة أسباب. أول سبب أنه نادي الوثبة من أول الموسم عم يقدم أداء خرافي للأمانة يعني بالدوري، ونادي الوثبة عم بكل مباراة عم يفوز بجدارة واستحقاق وأداء، والكابتن عمار شمالي عم يعمل يعني شيء كتير حلو مع نادي الوثبة، ويبدو أنه النادي عم يحاول يتمسك بأنه يحقق بطولة الدوري على هذا الموسم لحتى يلعب الموسم القادم بكأس الاتحاد الآسيوي بعد ما تم إلغاء البطولة اللي كان هو مشارك فيها بعام 2019-2020 اللي تم إلغاءها بسبب فيروس كورونا. ولكن خليني أحكي عن سبب تراجع، أبدا ما هو سبب تراجع. اليوم حكينا أنه هو عم بيقابل نادي تشرين. نادي تشرين بصراحة بيملك نجوم كتير، يعني كمان الفريق كله ياته خطوطه مترابطة، الدفاع مع الهجوم مع الوسط، يملك حارس مرمى. اليوم شفنا حارس مرمى نادي تشرين متألق بأكثر من كرة، أحمد مدنية طبعا بجرة تحية مع ضد نادي الوثبة، ولكن اليوم كل مباراة على ظروفها. اليوم نادي الوثبة لاعب نادي تشرين كما يجب، قدر أنه ما يخليه يفوز عليه. اليوم نادي تشرين عم يفوز، عم يشوفه أنه ما عم يخسر ولا مباراة أبدا بالدوري، عم يقدم أداء كويس. ولكن برجع بقول لك، اليوم نادي الوثبة لاعب نادي تشرين على حسب ظروف المباراة، وبرجع بقول لك حاول ياخذ منه يسرق منه هدف ما قدر، بس ما خلاه يسجل عليه بسبب لأكثر من سبب، بسبب تألق حارسه حسين رحال، وكمان بصراحة الدفاع الوثباوي كتير دفاع اليوم أدى أداء كويس ضد نادي تشرين، اللي هجومه بصراحة كمان علي بشماني وباسل مصطفى اللي كان ورقة رابحة نزل بالشوط الثاني، وكمان نادي الوثبة الكابتن عمار شمالي نزل وائل رفاعي ليضغط على خط الوسط ويسجل يقدروا يجيبوا هدف بآخر الشوط الثاني تقريبا على نادي تشرين، ولكن خلص المباراة راحت على التعادل. وإن شاء الله يعني نشوف الفريق اللي بيستاهل إنه يأخذ الدوري هذا الموسم أكيد بكل جدارة واستحقاق راح يأخده، وبالنهاية كله النوادي السورية يعني نتمنى أي نادي يكون يعني التعادل عادل برأيك الموسم القادم نعم التعادل برأيك عادل أم خاسر بالنسبة للوثبة؟ شوف نادي تشرين حرام يخسر بصراحة. اليوم على الفرص اللي عملها، إذا نحكيها على الفرص اللي عملها وعلى الضغط اللي عمله وعلى العرضة اللي إجت على مرمى نادي الوثبة، بصراحة نادي تشرين يعني حرام يخسر. ولكن نادي الوثبة كمان لعب بأداء منيح، قدر ياخذ نادي تشرين للتعادل وما قدر ياخذ منه نادي تشرين الصدارة. نعم. أنا برأيي انه الفريقين طلعوا رضيان يعني للآخر. نعم. يعني لا هذا خسر ولا هذا، يعني تعادل عادل. تعادل عادل فيني سمي. نعم. كابتن محمد، في دمشق الشرطة سقط أمام الجيش بأربعة أهداف دون رد. طبعا الجيش بهذه النتيجة قفز المركز الثالث. طبعا نادي الجيش هو كابتن هو سعيد عافيته بشكل جيد وبيستعد للمواسم القادمة وبأسس جيل لاعبين من الشباب والخبرة بحيث أنه يرجع لتوازنه ويرجع نادي الجيش القديم اللي نحن نعرفه من المقدمة وأبطال دوري. ما عدى علينا يوم من سنة من السنين إلا ما يكون بطل دوري أو وصيف، بغض النظر عن جميع الفرق في سوريا كلها، وأنا بتمنى له كل التوفيق. بينما نادي الشرطة حاليا سبب هو تعدد المدربين
اختيار اللاعبين من بداية الدوري ما كان صح بشكل 100%. مراكز اللاعبين أنا شفت له أكثر من مباراة، انتشاره بالملعب كان بالبداية الدوري كان صح 100% وعم ينتشر وعم يلعب بشكل صح، بس ما عندهم إنهاء الهجمة بشكل صح 100%. خط دفاع، خط وسط، مهاجمين عم بينقلوا الكرة بشكل 100% صح، ولذلك ما عم يقدروا يسجلوا أهداف، وسجلوا ببعض المباريات أهداف كانت مثمرة للفوز. أما حاليا عم تلاحظ هو بدي لما ما شاف بقى في شيء أمل له بالخمس الأوائل في الدوري، صار يستعيد في بعض اللاعبين الشباب ويزجهم بحيث أنه للمستقبل. أما نادي الشرطة، نادي الشرطة كمان مثل ما تفضلت وقلت، نادي الشرطة يعني خسارة قاسية له بهالمباراة هي، ما أدى واجبه بشكل صح. طبعا اللاعبين ما كانوا موفقين أبدا، خط وسط ضايع، خط دفاع مو متجانس مع بعضه، ما في تغطية دفاعية بشكل صح أبدا. قدر نادي الجيش أن يفوز، وبتمنى له التوفيق بالسنين القادمة إن شاء الله لنادي الجيش ونادي الشرطة. نعم داني، أيضا الوحدة تراجع إلى المركز الرابع بعد خسارته أمام ضيفه الطليعة بثلاثة أهداف لهدفين. طبعا بصراحة ما بعرف شو اللي ناقص نادي الوحدة، يعني للأمانة عنده مدرب نوعا ما كويس، عندهم دعم مادي، عندهم رعاة للنادي، عندهم ملعب خاص فيهم للتمرين، مستقرين نوعا ما نادي الوحدة. بصراحة خسارة غير مبررة أبدا قدام نادي الطليعة، لأنه نادي الطليعة أساسا لا يملك نصف اللي يملكه نادي الوحدة. نادي الطليعة للأسف يعني، وطبعا إن شاء الله بيتحسن وضعهم، بكل سنة عم نلاحظ أنه في عندهم مشاكل مادية، مشاكل بعدم دفع رواتب الفريق وإلى آخره. فبصراحة يعني فوق الخسارة تبع نادي الوحدة، ما بعرف يعني لاعبين منتخب قديمين ويعني جداد موجودين عندكم، لاعبين خط وسط تقريبا أسامة عمري من أفضل لاعبين خط الوسط في سوريا موجود معكم، مهاجم عبد الرحمن بركات مهاجم كويس موجود معهم. فما بعرف يعني، حتى الحارس اللي هو حارس نادي الوحدة طه موسى كمان حارس منيح. فبصراحة تعادل مخيب لجماهير نادي الوحدة ولنادي الوحدة تماما أساسا، وكنا نتمنى أنه نادي الوحدة يكون من تقريبا الأربعة الأوفر، يكون من يعني عم ينافس على الدوري. هلا حاليا هو المركز الرابع ب 30 نقطة، بعيد كتير عن نادي الوسفي إذا نحن بنقول عن نادي الوسفي أو نادي الشرين. بتوقع يعني هالدوري خلص راح، هذا الموسم مستحيل عادي يقدروا يلحقوا، فإن شاء الله بالتوفيق لنادي الوحدة بالموسم القادم، ويجي حدا يقدر يعرف شو مشكلته النادي ليش عم يخسر الخسارات، لأنه بصراحة حرام يعني، رغم كل شيء عندهم من مقومات وعم يكون عم ببعض المباريات عم يخسروا. فبصراحة في شيء جدا غريب. وبالنهاية كمان ألف مبروك لنادي الطليعة اللي عم يلعب بأقل الإمكانيات قدام النوادي. فعلا كلام منطقي ومقنع جدا، فعلا الوحدة يمتلك كل المقومات للمنافسة، ويفرق بينه وبين المتصدر 15 نقطة بالتمام والكمال رغم تعادل المتصدر اليوم. كابتن محمد، أهلي حلب يسترد الروح ويحقق انتصار مبهر في دمشق على ضيفه على مضيفه الحرجلة بثلاثية. طبعا كابتن، نفس موضوع نادي الجيش هو نادي الاتحاد، نادي الاهلي حلب. اهلي حلب مبارك له بهالفوز اليوم بشكل جيد جدا من بداية المباراة ولا حتى لنهاية المباراة. انا بكل مباراة بقول اسلوب اللعب نادي اهلي حلب هو كان بدايته بشكل صح 100%، خط حارس المرمى، خط الدفاع، خط الوسط، الباص، اللعب، الانتشار، تغيير الكرات يمين ولا شمال، الانتشار بالملعب صح، انهاء الهجمه هي سبب الرئيسي في عقم من بدايه الدوري ل نادي الاهلي، بحيث اني ما عم يقدر يسجل اهداف بشكل صح. فهون بوجود بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين، بوجود المدرب الجديد هو اللي عم يؤدي، اعطاه المهله بالشوط الثاني بالاندفاع نحو الامام بشكل صح، لاني نادي حرجلي من بدايه المباراه كان عم يقاوم نادي الاتحاد وعم يدافع وعم يهاجم وعم ينتشر بالملعب صح وعم يشتغل صح،
ولذلك باخر مباراه بيظهر اللياقه ضعفت عنده، ما بيقدر يعني يكمل المباراه بشكل صح 100%، واستغلوا الاهداف ثلاثه نادي الاتحاد بشكل جيد جدا وقدروا يفوزوا في المباراه. وعوده نادي الاتحاد للفوز وللهالة اللي نحن بنعرفها من زمان باجتماع كل الإداريين والمدربين واللاعبين في بوتقة واحدة في الملعب للفوز، لأن فعلا رياضة حلب صفت يعني صاروا صار أي فريق، ولذلك لازم أهلي حلب يكون أفضل وأحسن إن شاء الله بالمواسم القادمة، لأني كرة القدم هي جهد واجتهاد لحتى هي تنظيم وإدارة، إدارة لما بتكون موجودة بشكل صح 100% بتقدر تعطي فريق 100%، لما تكون ما إدارة في تخلخل بالإدارات أو بإدارة نادي الاتحاد الحرية أنا جبت سيرة الحرية أو نادي الأهلي حلب، بيكون في عندهم انسجام أكثر وتفاهم اللاعبين مع بعضهم، ولازم يكونوا أقوى من هيك وهلأ يحضروا الموسم القادم بحيث أني ما يتهددوا بالهبوط. نعم، يبدو الحرية بقلبك ووجدانك كابتن محمد، وأنت ابن نادي الحرية، طبعا كل التحية للحرية وهو قادم بقوة للأضواء. نعم إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. نعم داني، أيضا الفتوة يعمق جراح النوعير في حما ويهزمه بثلاثة أهداف لهدفين. طبعا كابتن عم نشوف الدعم اللي عم يتقدم كمان لنادي الفتوة، صفقات بصراحة، عودي جفال اللاعب الموهوب جدا، وسيم جفلة اللي عم نشوفه كمان عم يعمل إضافة جدا كبيرة مع نادي الفتوة، هدول بصراحة أبرز لاعبين أنا شايفهم حاليا من نادي الفتوة، عم يعملوا شيء من لا شيء. نادي الفتوة الجريح، نادي الفتوة اللي صار له ما بعرف كم سنة ما عم يلعب على أرضه، نادي الفتوة اللي ما عنده مقومات الفوز، ولكن هو من عند يعني اللاعبين بإصرارهم بعزيمتهم يعني بكل مباراة عم يكونوا خلص نحن لازم نفوز، بس ما بدنا شيء أكثر، لا بيهمنا نستعرض ولا بيهمنا نضيع فرص ولا بيهمنا أنه إحنا نفوز. فبصراحة بوجهة نظري الفتوة أفضل من النواعير، النواعير حاليا يملك فقط 9 نقاط، هو مهدد بالهبوط وراح يهبط أنا بتوقع مع نادي عفرين، فبصراحة فوز مستحق جدا لنادي الفتوة، وأنا من وجهة أنا شخصيا بحب هذا النادي، بحب دائما أشوفه عم يفوز، لأنه الأمانة اللي صار مع هذا النادي بالذات بالدوري السوري شيء جدا محزن يعني، فأنا يعني شايفه أنه فوز مستحق لنادي الفتوة. نعم كابتن، أيضا في حلب سقط عفرين أمام فريق جبلة بثلاثية ليقترب من وداع الأضواء. طبعا كابتن نادي عفرين من بداية الدوري اختياره للاعبين كان خاطئ، إدارة كانت عم تدعم الفريق والناس اللي برا كانت عم تدعم الفريق ومعهم كل إمكانيات النجاح، بالنسبة لوضع الملاعب ووضع اللاعبين وضع الفلوس وضع كل شيء مؤمن لهم 100% جاهزين، ولذلك اختيار اللاعبين كان المدرب الموجود من بداية الدوري واللي بعده كمان ما قدروا يجيبوا لاعبين بشكل صح 100% ان نقدر يقدروا يكفوا الدوري الممتاز بشكل صح. وانا قلت لهم من بداية الدوري ما راح تقدروا تكملوا الدوري بهيك تشكيلة من اللاعبين، لازم يكونوا أقوى من هيك. عفرين مع جبلة كان خطوط الثلاثة كانت ممتازة، عم يقدروا يتحركوا بالملعب، عم بيشاركوا خط الوسط المهاجمين، عم يرجعوا لخط الدفاع، عم يدافعوا بشكل صح، مصممين على الفوز بحلب ضمن ليعيدوا الثقة لنادي جبلة. ونادي جبلة بعد هالتنظيم وهالشيء اللي صار بالنسبة لوضعهم، بالنسبة لإدارتهم، بالنسبة لجمهورهم، بالنسبة للاعبينهم، كانوا كتير موفقين بشكل صح بصراحة. كابتن أدركنا الوقت في ختام حلقة الليلة، أشكر ضيفي من حلب الكابتن محمد دهمان ومن دبي الإعلامي الرياضي داني الحسن، ويبقى الشكر لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.